مرحبا بحضراتكم مرة تانية. ويمكن احنا زي ما اتكلمنا في بداية الحلقة، هو يعني فوز بس هو فوز صعب لمنتخبنا وغير متوقع طبعا على غينيا بيساو. وممكن البعض يختلف مع كيروش في التصريحات، يقول لك لا معلش ده فريق برضو يعني مش في مستوى ابدا منتخب مصر، كان ممكن ان احنا نحصد نقاط وممكن ان احنا يعني نشوف مباراة افضل من كده. البعض الاخر بياخد الموضوع على ان ما فيش يعني فرقة ضعيفة او منتخب ضعيف والماتشات كلها مهمة وغيره، ماشي برضو ما اختلفناش، بس زي ما كنا بنتكلم في مستويات مختلفة. على كل حال خلينا نتكلم في كل الامور دي. فكرة برضو التغييرات اللي احنا اتكلمنا عنها ليه كيروش، والمقارنة بين كيروش وبرده كوبر مع منتخب مصر، ان في كلام كتير جدا ممكن ان هو يتقال. يعني خلينا نرحب بقى بكابتن عادل طعيمة، وحضرتك كنت معانا قريب واتكلمنا في ده، وقتها كان عندنا بصيص من الامل. هل احنا لسه عندنا البصيص ده؟ انا ما كانش عندي بصيص، انا كان رايي واضح من اول لحظه من بعد ماتشين ليبيا. حضرتك رايك ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وبدايه انا من 3 شهور كنت بتكلم بعد ماتش ليبيا، ولما رايحين البطوله العربيه وعملت لي اختيارات، فانا شايف كراجل بشتغل في المهنه دي بقالي فتره كبيره، بحس انه الراجل في اختياراته وفي تصريحاته وفي اختياره ما كانش المرجو بالنسبه لينا كمصريين، لأن عملية الاختيارات وعملية التفكير المنظم بيديلك إحساس بالأمان طبعًا. إن أنا ببقى مطمئن إن أنا فرقتي هتأدي أداء على الأقل فوق الممتاز، لأننا عندنا لعيبة على أعلى مستوى في صحيح. كل مركز طبعًا. فنلاقي اختياراته بيختار ناس ما لعبوش دولي خالص، رايحين في بطولة وراها بطولة وراها بطولة، 3 بطولات ورا بعض، البطولة العربية، أمم أفريقيا، وبعدين تصفية كأس عالم. فأنا إذا ما كانش يبقى تفكيري منظم وأنا بختار اللعيبة اللي أنا هخش فيهم البطولة العربية ثم أمم أفريقيا ثم تصفية كأس عالم، مفيش الفكر ده مش موجود. وزي ما أنا قلت معاكم قبل كده إنه بيقول دايما إن إحنا افريقيا احنا كمصريين يعني الهرم وابو الهول وبتاع، يعني احنا ماضي ما لناش حاضر ولا لينا مستقبل. ليه كده؟ هو قال كده. هو قال كده، فعشان كده انا قلت السي في بتاعه احنا كمان ما لناش دعوه بالسي في بتاعه، احنا لينا اللي على الارض، ايه اللي هو بيعمله على الارض. غريب قوي فعلا قال كده والله. فانا يعني من 3 شهور كنت يعني يمكن ضد الموجه كلها كانت ماشيه، واحنا طبعا بنبقى عارفين وحاسين بالخوف لأن دي مهنة واضحة بالنسبة اللي بيشتغلوا فيها. ببقى عارف في عملية الاختيار أنت بتختار ناس ما عندهاش ولا ماتش دولي، مع أن عندك أنت في المنتخب الأولمبي في لعيبة عندها 50-60 ماتش دولي، ودي زي ما بتقول نهواند بيبقى فيه فرق في المستويات ما بين اللعيبة وما بين الفرق. مظبوط. فمش ممكن أبدا أن أنا أفضل كل ماتش ناس طيبين جدا مصريين بصراحة. انا بجد للراجل المبرر، راجل جاي بياخد مرتب محترم جدا. المرتبات دي ما بياخدوهاش في دول الخليج، يعني دول الخليج المرتبات العاليه قوي دي اللي بتعدي ال 100,000 يورو، دول الخليج الغنيه جدا ما بتديش المبالغ دي، ما بتديش لواحد في ماسك مدير فني الاتحاد المبالغ ديت بالعربيه، ومفيش اي انتاج. بداية بنقول مبروك للـ3 نقاط بتوع امبارح، لكن أنا برضو زيك وزي أي مصري بيحب بلده بيحب فرقته، أحب دايما إن فرقتي بتكسب وبتأدي الأداء الكويس. طبعا لحد النهاردة مفيش هوية للفرقة، يعني أنت لما تيجي تتفرج على مثلا تيم المغرب بيأدي بشكل معين، الراجل بيضغط بطريقة معينة، بيبتدي هجمته بطريقة معينة، بهجماته منوعة، في لعيبة مميزة في كل مركز طبعا، في قيادة في كل مركز، في حد أدنى مرتفع من الجودة والإجادة واضحة عليهم أكيد. التيم اللي احنا شفناه امبارح يا كريم نهوان الحقيقة أنا بعتبره يعني شفنا كل فرق الأفريقية حتى اللي موجودين دلوقتي الـ 16 فرقة، أقل فرقة في أفريقيا كلها الفرقة اللي احنا لعبناها امبارح. ده اللعيبة مش عارفة تستلم ولا تسلم ولا تغطي ولا تهاجم ولا حاجة أبدا. يمكن الراجل اللي نزل وعمل الفاول وجاب الجول ده يمكن ده يعني فيه سنه مهارات يعني سنه مهاره، انما مين لفت نظرك امبارح في الفرقه بتاعت امبارح اللي احنا
كسبناها بمعاناه. اه ده الفار كتر خير الفار بس والله كنا الفار يعني مساعات الفار مساعات الفار بيبقى فار يعني ما بيعملش حاجه. فالحقيقه يعني بنقول مبروك الثلاث نقاط، وبرضه بنتعشم ان الراجل في الماتشات اللي جايه، على الرغم ان انا السودان اعتقد انها اقوى شويه طبعاً من تيم من